بوريكم الحين طريقه كيف تصلح خبز بالبيت بدون اي مشقه اي حاجه، او حتى اذا كنت بلبر. هذا تقريبا البياله هذه تكفيك خبزه واحده، شويه سكر، شويه ملح، شويه زيت، شويه مويه. وان كانك من الاولين استخدم يدك، وان كانك من حقين الياي استخدم جلوفز. طبعا الحين نعجن، نتركها تريح شوي، نتركها تريح شوي، غطيها 10 دقائق. نحمل المدلات. الحين افرد العجين، طبعا حط شوي هنا. الحين جاهز. خلاص الحين هذه حارة بسم الله. بدون زيت بدون اي شيء. وحرك على شوي شوي. شوف كيف بدأت تنتفخ، معناته خلاص انفصل صارت طبقتين. انت ذويق الخبز، عطنا رايك بصراحه. خميره؟ اي بدون خميره. افضل شوي. صدق والله. ها وش رايك يا خالد؟ والله رهيبه. بالعافيه. شوف فك من داخل، حار. فك من داخل. الله يجيبك. على إيه؟ انت تحب الطازج. ها يفك بسهوله؟ اي بس حار. اي حار. انت رجل ما شاء الله. خميرة اللي تنفخ الجسم. شو تسوي انت؟ نغطي مع الشاي. ها نغطي مع الشاي ما شاء الله كانه بسكوت شاي ما شاء الله. العافية.